مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم تم الإعلان رسميا على برنامج المباريات الودية لمنتخبنا. قبل كان الكوت ديفوار زوز ماتشوات يتلعبوا في ملعب حمد العقربي بيرادس، نهار 6 جانفي ضد موريتانيا ونهار 10 جانفي ضد منتخب الرأس الأخضر. نذكر لمنتخبنا باش يلعب أولى مبارياته في الكان في مجموعته نهار 16 جانفي ضد منتخب ناميبيا. نحكيو على اخبار الانديه التونسيه الثلاثه في الكؤوس الافريقيه، البدايه بالتشامبيونز ليغ، والنجم الساحلي يلعب غدوه بدايه من الثمانيه نتاع الليل في رادس ضد الهلال السوداني، مباراه الجوله الثالثه، ماتش مهم للنجم وطالب الفوز للبقاء في سباق المنافسه من اجل المرور للدور القادم في المجموعه هذه. مواجهه يحكي عليها متوسط ميدان النجم الساحلي ادم الورتيني. والله بعد ديفات الاخرانيه كونتر بيترو حتى الجوارات بيننا وبين رواحنا، عنا رفانش مع رواحنا لازم نعملوه، لازم الماتش بتاع غدوه ان شاء الله نكملوه بانتصار. كل ما هي اللي مش ترجعنا للسكه، وان شاء الله ماتش غدوه هو اللي مش يرجعنا معنا في الكورسه، وباذن الله غدوه نفرحوا جمهورنا اللي جاء معنا الجمعه اللي فات. خسارة روح معنا متقلق برش علينا كل شيء، إن شاء الله غدوة تروبا نرجع معنا ثقة جمهورنا فينا وإن شاء الله ربي وفقنا. في نفس المجموعة الترجي يلعب نهار السبت في ملعب حمد العقربي برازس ضد بيترو أتليتيكو الأنغولي. تمارين الترجي اللي ديجا من البارح عرفت عودة كل من بوغرا وبن علي ومريح توغاي ورودريغو رودريغيز غايث الوهابي وزكريا العايب، ما فماش قلق على صحتهم بعد الإصابات اللي تعرضوا لها في المباراة الأخيرة ضد مستقبل المرسى. في كاس الكاف لاعبين النادي الافريقي عملوا اليوم اخر حصه تدريبيه لهم في تونس قبل السفر غدوه لنيجيريا في رحله خاصه لمواجهه ريفرز يونايتد نهار الاحد مع 4 نتاع العشيه. ماتش اللي طار الفني باش يعول فيه على ايدو بعد ما استوفى العقوبه، وايضا حسام السويسي العايد من الاصابه. اتحاد تطاوين محمد علي معالج هو المدرب الجديد للفريق، وباش يكون مع توفيق الصالحي كمدرب مساعد. نضال الخياري هو المدرب الجديد اولمبيك سيدي بوزيد خلفا لمحمود الدريتي. الوكالة الوطنية لمكافحة الدولية لمكافحة المنشطات أعطت مهلة جديدة لتونس لتسوية وضعيتها حتى 6 أبريل 2024 بعد ما كانت المهلة الأولية توفى غدوة. نذكر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات كانت تهدد تونس بمنع تنظيم أي تظاهرة ومنع رفع العلم التونسي في التظاهرات الدولية والقارية في صورة عدم تسوية الوضعية المتعلقة بقوانين مكافحة المنشطات. في بطولة السعودية الحزم، فريقي من دحمان فاز 2-0 أمام الفتح، ودحمان لعب أساسي، الضمك ربح الاتحاد 3-1. 7 نتاع العشية بعد الشباب باش يواجه الاتفاق. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فهم بونيت. خليكم معنا.